الموقف المحرج اللي تعرضت له الفنانة اللبنانية فيفيان مراد أثناء زيارتها الأخيرة لتونس تحول لقضية رأي عام ولحديث مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر اللي جعلنا نصر على زيارتها لمعرفة حيثيات الموضوع. لكن بالبداية خلينا نشوف شو صار مع فيفيان بالضبط. احنا المفروض انه اليوم ضيفتنا هي الفنانه فيفيان مراد، ونسقنا على اساس انه باش تكون حاضره معنا الاربعه نتاع العشيه، ومن بعدك اتفقنا وانه الاربعه ومن بين الاربعه وربع الاربعه ونص ماكسيموم تبدا هنا، لكن خطط لنا تو صدق الاربعه على اخر برنامج الاسبوع الفارت. كان معنا الفنان القدير والكبير لطفي بوشناق وكان في الوقت هذا يحس في نفسي معنى التاخير هذايا. العالمين التوانسه نستقبلوا الفنانين العرب من كل البلدان بكل حب ونستقبلوهم ونقدروهم، لكن احيانا هما ما يكونوش هكايا. علاش هالتاخير كل يا فيفيان؟ اول شيء بونسوار. بونسوارين. وبقدر انك انت مش متفهمه اللي صار معي. انا التنسيق ما كان معك مباشره من قبلي ولا من قبل اداره اعمالي، من قبل الست روضه، وبعتذر عن الست روضه. صار فيها التاخير، انا ما كنت قاعده، عفوا، لف اجر على اجر وقاعدة ما عندي شيء. يعني كنا ما كنتش عن علم أنه البرنامج بث مباشر. صح، بس هي اللي أخرتني وأنا ما تأخرت. على كل، مرحبا بك في تونس فيفيان، شكرا لك. الوقت انتهى بالنسبة لنا، احنا ما عندناش نجم نحكي على حتى شيء للأسف. موفقة إن شاء الله في بقية مسيرتك، شكرا لك على الحضور. شكرا، مرسي لكم كلك ذوق. ثانك يو انه جبتيني على الاذاعه تسمعيني هالحديث. لا انا شكرا. جبتك باش نعمل معك لقاء، ولكن انت تاخرت، يعني ما نجمش نعمل اكثر من هكا. مرسي كلك ذوق. فيفيان اللي كان واضح مدى صدمتها من تصرف المذيعه التونسيه تصرفت باخلاق عاليه وانسحبت من الاستوديو بكثير من الهدوء والذوق. لكن العاصفه الاعلاميه اللي رافقت هالموقف جعلتها تقرر تحكي عن الموضوع وتكشف حقيقه اللي صار معها لاغاني اغاني وللزميل فراس حليمي. عبارة طرد فيفيان من الإذاعة التونسية اللي استعملت بالإعلام بترفضها مراد بشكل كامل، حتى ولو كان الأمر حقيقة شفناها كلنا بالفيديو. كسروا لي بخاطري بس نزلوا على يوتيوب طرد الفنانة. أول شيء ما حدا بيطردني، تاني شيء ما حدا طردني. أنا أنت بهيك موقف تحمل غراضك وبتمشي. هي قالت لك أنا بشكل خلص الحوار، شو بدها تقول لي؟ يعني ختمت الموضوع. وإذا ختمت، أنا عم بعمل بأخلاقي وبقيمتي وبمحبتي، هي تصرفها هي بيمثلها إلها. أنا انوجدت بهالموقف، حملت الهاند باج ومشيت. مصطلح كلمة طرد تصلح على هذا الموقف؟ يعني هي فعلا قالت لك يلا نحن خلصنا؟ إذا هيك طبعا. أنت بتلاقي أنا بشكرهم، هن عملوا من قيمتهم. أنت إذا بيجي حدا على دارك وبتشحته أنت بتكون عم تعمل من قيمة نفسك. هن هينوني، شكرا لألهم. مسكت جزدين ودهرت. هيدا الشيء بيرجع لهم، بيرجع لأخلاقهم، لتربيتها، لأسلوبها كيف تتعاطى مع لامدة تيت. فيفيان تمالكت أعصابها وردت على كلمة طرد اللي كانت بالفعل زعجتها كتير. أما شو صار معها بالضبط بتونس فخلينا نسمع منها. موجودة بتونس لافتتاح أمبري كلينيك كضيفة شرف. اللي صار إنه طالبين مني قبل الظهر يوم السبت، قبل الأوبينينج، مثل تصوير يعني دعاية للسانتر. فهالشي أخذ وقت وتأخر علينا المصور، ومش أنا اللي عم نسق كل الأمور، في ست عم تنسق لي كل الموضوع يعني بتونس كله سوا. فكنا كمان على أساس نكون من الأربعة للستة بشمس أف أم. أنا من الأساس دركت الموضوع نحن عم نصور، قلت لها كتير صعب نكون على الساعة أربعة بشمس أف أم، يا ريت نلغي المقابلة. فقالت لي صعب كتير نلغي المقابلة، يعني حسستني قديش عندهم إصرار أكون موجودة وحبين. فحبيت بدلهم هالمحبة وقلت لها طب معنا الأوبينينج على الستة يعني ما بلحق. فقالت لي أنت تعي سبعة على الأوبينينج، وحكيت لها المذيعة قالت لي مرحبا بيك بين الخمسة للستة بأي وقت بتوصلي. فبوصل على الخمسة ونص، وكانت كل الوقت يعني عم ينسقوا مع الدرايفر، سو إذا ما في وقت أو شي ما كانوا يقولوا لي مرحبا بيكي بين الخمسة والستة. أنا هيك وصلت لي المنسقة.
تاني شيء يعني كنت بتمنى ما يطلعوني على الهواء، ما يفتحوا لي باب اللايف، ما يقعدوني على طاولة الحوار، فبوصل وبسمع كل هالكلام على الهواء. انه انا كنت يعني كنا فينا نتحاشى هالموقف وبلا هالمقابله، يمكن انا كنت بس بروح بسلم عليهم. انا بحط كل الحق على المنسقه، انا بعدي ما بحط الحق على حتى على المذيعه. يعني المذيعة يمكن المنسقة عم تقلها شيء وعم تقلها شيء ثاني. إنه دائما الفنان في محل معين حاطط حاله بمحل إنه هو اللي بحق له. لا 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 لو رحت مؤخر لا 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 لو ما عملت يعني مش جاي أحلف لك على الهواء أو شيء، عن جد مش هيك أنا، لا لا ابدا، ولا باي مقابله لا تي في ولا راديو انا تاخرت. لك انا بحياتي العاديه ضل مزعوجه انا واصحابي اذا حدا بيتاخر. لا لا مش انا، عن جد مش انا. انت اللي عم تحكي بالمبدا، بس بالفعل اذا عم تحكي فيفيان عن جد مش هيك انا. هلا الفنانين بيستاهلوا ارسل وقت للثاني كلك ذوق. لا الفنانين مثل بعض، الاعلاميه مثل بعض. اللي صار مع فيفيان بالفعل مش سهل، وطريقة ردها كانت مفاجئة بالنسبة لكتار، لهيك سألناها عن الأسباب اللي خلتها ما تصر على توضيح موقفها أمام المستمعين وتكتفي بالتصرف المثالي. إصرارهم أني أجي كنت مترجمته أول شيء محبة، بس فتت وشفت الموقف اللي بدهم يحطوني فيه مع الكاميرا اللي عم تصورني، غير الكاميرا تبع البث المباشر تبع الإذاعة، فما فهمت أول شيء، بعدين فهمت شو الموضوع. إنه حسيت حالي مستقصدة. تمنيت لو كان عندها حب بقلبها أكتر لفيفيان، لأنه أنت بس تحب فنان ما بتعامله هيك. حسيت عن جد أنا غريبة عند يعني بي 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 عند ناس غربة، وحسيت بقساوة شخص، حسيت بقلت محبة، حسيت إني حزينة إنه أنا ما بستاهل هيك. يعني بس تيني مجال احكي. خلص الهواء وقت التصوير ما عملت شيء قصه جوا ما صرختي صرخت. المشهد بيحكي عن تربيتك وعن اخلاقك اللي هن بيعبروا عنك بلحظه الغضب. بعد ما عرفنا كل التفاصيل من فيفيان سالناها اذا كانت عم تفكر تستغل هالبلبله الاعلاميه اللي صايره وتطلق كليب غنيتها الجديده غل بقلبي غل. مش غلط استفيد، خاصه اذا عندي انا حق وحاولت بينه. هلا صون تصوير انا وفادي حداد غلي بقلبي غل، واكيد انتاج اللايف ستايل ستوديوز، وبعد يومين كون انا بدبي كمان عم سجل اغنيه عنيد، اغنيه خليجيه، كلمات مشرف العتيبي، الحان حاتم منصور. بنهايه لقائنا مع فيفيان وقبل ما نودعها حبت توجه كلمه من القلب لكل محبينا بتونس. هلا ان شاء الله العالم تحبني مش من خلال هالامور، والحمد لله أنا لمست محبة الشعب التونسي اللي بوجه له كل 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 تحية من قلب قلبي. عن جد تانكيو على هالكم الكبير من المحبة، وبعتذر إذا في محل معين اضطريت أنحط بهالموقف، وأنتوا غاليين على قلبي. تانكيو للإعلام التونسي، تانكيو كتير كبير لأهل بلدي، لإعلام بلدي لبنان، و thank you لأغاني.